سيجما بي 4 سيجما اكس بي 4 في باي على 4 دي بي 4 تربيع. عندك التاويل دي 98 و2 من 10 اهي، في الباي في الدي بي 4 عندك كام؟ 120. ال ال افكتيف ال ال بي 4 كان كام؟ ال ال بي 4 كان 250 ناقص الدي افتر 52 كانت 200، كانت 80 على الاثنين اللي هي 40. يبقى انت عندك 250 ناقص 40 اللي هي 210 مللي متر. تمام كده؟ يبقى انا عندك كده في باي في 210. يبقى ده كده، ده كده الجزء الاولاني اللي هي اف 1. بالنسبه لاف 2 السيجما اكس بي 4 طلعت معانا 168 و6 من 10 في باي على 4 في دي بي 4 اللي هي 120 تربيع. بس ادي المسألة خلصت، تطلع معاك القوة 9.6 من 10 في 10 و6 نيوتن. أعتقد مسألة اكستروجن سهلة ما فيهاش حاجة، يعني المسألة كلها أي مشكلة في المسألة كده؟ حد يرد عليا يا باشمهندسين، ما تحسنش إن أنا قاعد في صحراء كده. لا تمام يا باشمهندس، كده تمام كده يا باشمهندس. ماشي. هو كده ما فيهاش مشكلة يا باشمهندس. لو حد مش فاهم حاجة يقول أنا معاكم. لا 100 100 يا هندسة. ماشي يا هندسة. المسألة الثالثة اللي هي في الشيت عن الاكستروجن، مسألة رقم 11 بي. ادي مسألة رقم 11 بي، ها نعمل انسير. ادي مسألة رقم 11 بي، بقول لك ميتال اوبي ذا فورم، الواي بتاعتك مديها لك معادله في الزيتا. اف ان انيل بار اوف ذيس ميتال از تو بي اكسترودد فروم 160 16 مللي متر ديامتر، يبقى دي الدي بيفور تو 10 مللي متر ديامتر، دي الدي افتر ديامتر. فايند ذا ريكوايرد لود، فايند ذا ريكوايرد لود، عايز اياك تحسب الاف. يبقى مديك الواي معادله في الزيتا، تقدر تجيبها من الدي بي كور على الدي اكتر زي ما احنا عارفين، وعندك الاف معادله، وقال لك دي اكسترود، فدي شكلها هتبقى اللي هي دايركت اكسترودجن. تمام كده؟ هي دايركت عشان ما فيهاش ميو كده يعني. لا هو ما قالش اصلا اي حاجه، يعني هو ما ذكرش اي حاجه في المساله دي، يعني هو قال انها اللي هو باكورد ولا انا فورورد شفت ولا اي ايه حاجه بقى كده ثانيه. احنا كنا ده. ايه يا هندسه؟ انا حضرتك ما قالش ميو ولا اي حاجه، يبقى كده تعتبر لا دايركت الميو، يعني. لا الميو لازم يكتب لك عشان تشتغل انها فريكشن ليس، لازم يكتب لك انها فريكشن ليس زي ما كان كاتب لنا فوق. انما لو ما قالش هنا هناخد الميو، هتقول له اسيوم كده، اسيوم بس يا هندسه بص اقول لك على حاجه، قول يا هندسه. هو احنا في المحاضرة يوم الأربع اللي فات الدكتورة قالت أنا قالت عمري لو ما هتطلع هديك الميو، بالميو بس عمري ما هنسى بديك اديك موقعات الميو. المحاضرة الامتحان وهدي لك الميو، ماشي يا الامتحان هندسة. عمره ما هيجي لك من غير ميو وقتها لو كان في ميو فيها. أنت ما بتقول ما تفردش الميو من دماغك أنت كده، واخد بالك؟ والله انا بقول لك على محاضرات الناس ما تم دكتورة قبل هي كده. ممكن تقصد هنا يعني تبقى دايركت. ماشي اسمع بس، انا اقول لك اهو دي المحاضرات دي اللي معايا، دي محاضراتي ومحاضرات الناس اللي بعد ومحاضرات الناس اللي قبل. فدي الدكتورة اللي كانت بتشرح وكانت دايما تقول كده، لو الميو انا ما اديتهالكش ومش مكتوب نو فريكشن، فانت عندك الميو هتفرضها بقيمه كذا والالفا هتفرضها بقيمه كذا. بس تمام هي لو قالت لكم في المحاضره حاجه مختلفه، فانت طبعا لازم تمشي على كلام الدكتوره مش على كلام انا. انا تمام مجرد كده؟ بس يعني هي بنتكلم هنقول لحضرتك باشمهندس اللي هي قالته عشان بس ايه ما يبقاش فيه اختلاف او احنا فاهمين حاجه غلط، وفي الاخر خالص
صح. نخش الامتحان نعمل عكس اللي هي قالته فتزعلنا احنا. لا ما هو ده اللي بتكلم فيه، لا امشي تبع الدكتوره ما تمشيش تبع انا، لان هي اللي هي اللي هتصحح لك الورقه في اخر في اخر السنه. تمام؟ هي لو قالت لك تمام ان انا ما ادكش الميو خلاص افرضها فريكشن لسه خلاص، انسى اللي انا كاتبه ده. طب هي الحاله دي بقى لو هي ما ادتناش الميو في اه مساله زي ديت مثلا، يبقى كده تقصد ان هي اندايركت صح؟ لا تقصد انها فريكشن ليس. اه ايوه تمام. فريكشن ليس وقتها، يعني مش هناخدها مثلا ان هي نسيت الميو نستناها لحد ما تطلع ونبقى نعملها على اساس سيجما اكس الميو. بفور على الواي لما كده هتبقى بتساوي لين اندايركت يعني. واحد على واحد ناقص ار، او بتساوي لين دي بفور على دي افتر تربيع. يا باشمهندس هي ما قالتش هتبقى فريكشن لسه، هي قالت هتديها لك يعني، لو نسيتها هتيجي تديها لنا، لو ما قالتش هتبقى فريكشن لسه. تمام، ما دي اللي انا بتكلم فيه، ان هي الدكتوره لو نسيت دي حاجه انت فاهمني، انما لو هي قالت لك، لو هي ما ادتلكش تحسبها فريكشن ليس، فانا بقول لك خلاص اشتغل كده. بص شوف الدكتوره قالت ايه وانا معاكم، لان الكلام ده ملوش ملكه، يعني مش حاجه قانون او حاجه، لا هي على حسب الدكتوره عايزه ايه. فانا بقول لك المسائل دي اتشرحت قبل كده، وانا كنت في السنه بتاعتي يا دكتوره نعمل ايه لو الميو ما جاش، قال لك لا خلاص افرضها بكذا زي ما انا بشرح لكم كده في السكشن، وافرض الالفا بكذا وليا واللي بعدي والناس اللي قبلي وكل حاجه. فهي دي حاجات ثوابت الدكتوره كانت دايما بتقول عليها، فلو هي قالت عكس كده السنه دي فيبقى الموضوع مختلف. لو هي قالت لكم بقى ما تفرضش الميو من دماغك، يبقى انت بتستنى تسيب المساله دي وتسيب لها مكانها في الصفحه، وتشوف تحل اي مساله تانيه لحد ما الدكتوره تطلع وتسالها على قيمه الميو، وده طبعا بيبقى افضل صح بكتير دي يعني. احسن صح حاجه كده صح. طب هي الدكتوره تمام، بس مسألة زي المسألة اللي معانا في الشيت دي هنستنى يعني احنا الدكتورة منين بقى؟ انا لا بتكلم بجد، هو الدكتورة مش موجودة، فانت عشان تحل هنتعامل احنا مسألة زي بقى دي فانت محتاج ميو، يا اما تحسبها فريكشن ليس، يعني، ويا بنسبة كبيرة المسألة دي ما ممكن ينفعش تحسب فريكشن ليس، لازم يقول لك نقلها نو بالاثنين فريكشن. كده كده عرفنا الفرق بينهم يا باشمهندس هو لازم يقول لك نو فريكشن. بس. تمام. طب هنا يا باشمهندس ال ال اللي عندي نواد فين اصلا؟ احنا هنشوف ال كل ال حاجة في الهندسة. ال ال نواد ما هو بص يا هندسه، ما احنا هنمشي على حاجه دلوقتي، انت كلامك منطقي، ايه اللي هيحصل بقى؟ ما انا كنت بفكر معاك وهمشي معاك خطوات المساله. انت تمام. دلوقتي عندك القوه، لو احنا نشتغل فورورد، خلينا بس ايه، طالما نشتغل بقى نكتب حاجه على جنب كده ليك معايا، عشان الراجل ده بيقول كلام حلو، ركز معايا يا هندسه بقى. لو احنا نشتغل فورورد، القانون بتاع الفورورد بيقول لك بتاع الاف، بيقول لك اف بتساوي تاو ييلد، صح؟ باي دي ال، ظهر عندي ال ال صح؟ دي زائد، بيفور ماشي ماشي، زائد سيجما اكس بيفور في باي على 4 دي سكوير بيفور تربيع. تمام؟ سكوير. تمام ده بالنسبة للفورورد. طب لو هنشتغل باكورد، الاف الاف بتساوي ايه؟ سيجما اكس سيجما بي اكس 4 في باي على 4 دي بي 4 سكوير. دي بي 4 تربيع. تمام، المساله دي ال اللي ما قالش عنها اي حاجه خالص، تمام فيبقى انت كده بديهي جدا ان انت كده بالدلاله نشتغل باكورد بقى. المساله مش فورورد، المساله باكورد، تمام لان انت عندك هنا في القانون محتاج ال، ال مش هتتفرض طبعا، يعني ده مبدئيا كده مستحيل تفرض ال، فانت لا ال مش معاك ولا هتجيبها بالدلالة حتى. ولا عمرك هتجيب دالة اي حاجه، فانت طالما ال مش موجوده ومش هقدر اجيب تمام دالة اي حاجه فخلاص كده المساله معايا باكورد 100%. تمام كده، تمام كده يبقى احنا كده نرجع للمسألة، هتلاقي عندك الجيفن بتاعك الدي بي 4 مديها لك ب 16، والدي افتر مديها لك ب 10، دي ملي ودي ملي، ومديك وانا قلت لك افرض الميو ب 3 من 10 وافرض الالفا ب 45. يبقى انا كده عندي البي بتساوي كام؟ البي ده بتساوي 3 من 10 صح؟ نجيب الزيتا بقى. هنيجي هنا نقول جايبين كده الزيتا بتاعتي بتساوي لين
دي بي 4 على دي افتر تربيع اللي هي تساوي لين 16 على 10 تربيع تساوي 0.94. ادي الزيتا. اقدر اجيب الواي، اقدر اجيب الواي عن طريق ايه؟ القانون بيقول لك 30 زيتا باور 3 من 10 اللي هي تبقى بتساوي كام؟ 29.45 ميجا باسكال. يبقى انا جبت الواي. نجيب القانون بتاعنا اللي هو فيه فريكشن العادي، سيجما اكس بي على الواي يساوي 1 زائد بي على البي خلينا نشتغل باكورد. في دي بيفور على الدي افتر باور 2. انت تشتغل باكورد بس ده القانون العام بتاعك، القانون العام في الاكستروجن كده. يبقى انا عندي كده سيجما اكس بي 4 على الواي بتاعتي، الواي اللي هي 29 و45 من 100، هنعوض كده الواي بتاعتي هنا دي 29 و45 من 100، وعندي دي 1.3 من 10 على 3 من 10 دي 16 على 10 باور 6 من 10 ناقص 1. في أي مشكلة كده؟ يبقى أنا عندي أقدر أقول كده من المسألة دي عندي السيجما اكس بي 4 بتساوي مهندس 199 و1 من 10 ميجا باسكال. بما إننا إحنا شغالين مهندس قول هندسة ولا هندسة، طب نكمل على مزمير كويك الاف مهندس قول هندسة انا معاك انا سامعك. مهندس مش احنا قلنا ان جت فريكشن ليس، لا انا ما قلتش نفرق يا هندسة، ركز معايا سمي الله كده. احنا عندنا قلنا المسألة الدكتورة قالت لو انا ما اديتكش الميو حاجة اديها لك في الامتحان تمام كده؟ ما تعملهاش بدماغك يعني، بس تمام المسألة عشان تفترض انها فريكشنلس لازم هو يكتب لك نو فريكشن. طب انت جبت الكلام ده منين يا هندسة؟ نطلع على المسألة اللي فوق دي نقرا المطلوب بتاعها الأولاني، بيقول لك in case of backward extrusion with frictionless conical die. تمام؟ هنا جاب كلمة فريكشنلس أو نو فريكشن أو جاب سيرة الفريكشن أصلاً؟ لا لا. فانت لازم تعمل اسيوم للميو بقيمه 3 من 10 والالفا ب 45، ده اللي الدكتوره كانت قايله عليه. الدكتوره السنه دي كانت قالت لكم ما تفرضوش الميو من دماغكم، فانت هتستنى لو في الامتحان، لو احنا افترض ان انت عندك بكره امتحان هتستنى كده في الامتحان تسيب المساله دي تحل مساله ثانيه لحد ما الدكتوره تيجي وتسالها عن قيمه الميو بكام. بس خلاص تمام يا باشمهندس تمام. عشان تفترض انها فريكشن لسه تعمل ايه؟ يكون موجود في المساله كلمه فريكشن لسه زي المساله اللي فوق. تمام ماشي يا باشمهندس. تمام. يبقى انا كده هستخدم القانون ده. يبقى احنا كده شغالين، قلنا ان احنا شغالين كده باكورد. يبقى انا عندي قيمه الاف بتساوي ايه؟ سيجما بتساوي سيجما اكس دي 4 سيجما سبعة على أربعة سيجما اكس بي 4 في سبعة على واي أربعة على 4 دي 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 فور دي 4 تربيع تربيع اللي هي 199 و1 من 10 في باي على 4 دي 16 تربيع دي اللي هي تساوي 4 في 10 أس 4 نيوتن. بس كده كده السكشن خلص بتاع الاكستروجن. طيب تمام يا باشمهندس. هو حد كان عنده في سؤال مشكلة؟ بس معلش، في سؤال بس بخصوص السكشن اللي عدى يعني مش ده. قول يا هندسة. بالنسبة لآخر مسألة اللي كنا المفروض إن إحنا نحلها في الكلية، في سكشن في الكلية يعني، اللي هي كانت رقم 11 تقريبا تمام رقم 8 حاجة زي كده، معاك. هو ممكن نحلها طيب ولا في مشكلة؟ طب كان في ما تتخانقش ممكن معايا نحلها الورق. دلوقتي طب ولا إيه؟ استنى ايه؟ ممكن نحلها دلوقتي ولا في مشكلة؟ طب استنى خليك معايا الناس ماشي انا كده كده. طب استنى خليك انت بس كده، في حد عنده مشكلة ماشي في أنا معاك. المسائل دي؟ أنا بس عايز أسألك يعني لو حكاية الباكورد والإنورد دي
كده كده في الحالتين بستخدم القانون العام للإكستروجن، نطلع كده على القوانين. لكن لو قال لي فريكشن ليس ما بستخدموش. انت عندك القانون ده ثابت، القانون ده ثابت معاك تمام. لما يكون نو فريكشن اهو يبقى تستخدم القانون ده. تمام. يقوم الثاني بشكل اوضح تحت ولا ايه؟ لا شايف كويس يعني، بس هي كانت لما انت حضرتك قلت باكورد انا افتكرت هتبقى فريكشن ليست، فلقيتك بتستخدم لا القانون العام. انت تثبت عندك القانونين دول كده، ادي اهو يعني شد كده عندك اهو القانون العام بتاعك. القانون العام بتاعك اللي هو ده، هو سيجما اكس بي 4 على الواي بتساوي 1 زائد بي على البي دي بي 4 على دي اختر باور 2 بي ناقص 1. ده القانون العام. لو قال لك نو فريكشن، لو جه قال لك نو فريكشن او قال لك فريكشن ليس، يبقى عندك على طول هتقول السيجما اكس بي 4 على الواي بتساوي ايه؟ لين دي بي 4 على دي افتر باور 2 بي، او لين 1 على 1 ناقص ار بتساوي لين 1 على 1 ناقص الار، او بيساوي لين دي بي 4 على دي افتر. اكتب بس من القانون بالظبط. دي بي 4 على دي افتر تربيع، دي بي 4 على دي افتر تربيع. تمام كده؟ تمام. أسئلة تانية يا باشمهندس في السكشن النهاردة؟ 100 100 كده. في حد عنده سؤال تاني؟ أي حد عنده سؤال؟ ندخل على السكشن، على أشوف المسألة لزميلكم بقى. استنى هندسة بس هجيب الورق بتاع الدروينج. طب واحنا كده سيكشن تاني امتى، ولا مواعيدنا تبقى ايه؟ ان شاء الله المفروض في سيكشن بكره برضو حوالي الساعه 6، وهحاول ان شاء الله يعني هتبقى 6 يعني هنشرح فيه اللي هو شيت 4 من ال اسمه ايه الديزاين. ديزاين. تمام. وبعد كده هيبقى هنثبت الميعاد بتاعنا كل اسبوع، مثلا يبقى سبت وحد الساعه 6 يوم نشرح فيه ديزاين، ويوم نشرح فيه اللي هو ميتال فورم. تمام تمام كده؟ تمام كده. تمام. خلاص؟ طب خلص وتمشي؟ قدامك قد ايه؟ ايوه كام ساعة؟ عايز المساعدة رقم كام هندسة؟ هو احنا كنا سيبنا رقم 8 ورقم 11، كنا قلنا الفكرة بتاعتها بس. تمام صح. بس انا ساعتها لما انتوا قلتوا لي خلاص يعني كنت اتفقت قلت لكم حلوهم، ولو في مشكلة انا معاكم يعني. انت بتقول انت عندك مشكلة في المسألة رقم 11 تقريبا. ايوه 8. وحضرتك لو ينفع يعني تحلها، وممكن اكلمك على الواتس تبعتها لي، مفيش مشكلة، انا عارف افهمها كده يعني.
اللي انت عايزه انا ممكن احلها لك دلوقتي، مفيش مشكله يعني عادي. براحة حضرتك، يعني شوف حضرتك ماشي، مفيش معاك مشكلة المساله عندي. يعني ولا اعمل لك شير؟ يا ريت لو شير بقى عشان اكتب مع حضرتك بس. أو استنى لحظة واحدة. لو حضرتك مش فاضي ممكن اكلمك على الواتس لا يا عم تبعتلي فاضي يا بعدين. عم، معاك اهو، استنى بس عليا عشان اجيب المسألة. المشكلة كلها بس ان انا ماشي اجيب الشيت اللي فيه مسألة رقم 11 دي. خليك معايا لحظة واحدة لحد ما اجيب. ماشي يا حضرتك. عندك كده شايفها؟ اه تمام كده. بيقول لك نيكل سيرفر ريبون 10 ملم وايد ونص ملم سيكنس از دروين تو 3 من 10 ملم سيكنس ثرو داي 20 درجة انكلود انجل ذا هاردنس اوف ذا ستريب از فاوند 165 في بي ان استيميت ذا دروينج لود اند ذا بريج اند ذا داي بريشر اسيوم الميو بتساوي 8 من 100. يعني هو بيقول لك دلوقتي عندك الجيفن بتاعتك، ادي الجيفن، بيقول لك عندك ستريب، دي عبارة عن ستريب، طالما عندك وايد وعندك سيكنس يبقى دي ستريب. انا عندي كده بعمل ستريب دروينج، تمام كده؟ دي اول حاجة تعرفها من المسألة. تمام عندك الوايد بتاعك 10 مللي والسيكنس والتي بتساوي نص ملي، ده كان في الأول. حصل بعد كده عملت لها دروينج، بقى السيكنس بتاعك التي بقت 3 من 10. بيقال لك ذا داي انكلودد انجل، يعني عندك الاتنين باي اتنين الفا قصدي بتساوي 20 درجة، يبقى انت عندك الالفا بتساوي 10 درجات، صح كده؟ تمام بعد كده بيقول لك الهاردنس اوف ستريب از فاوند، جاي بعد كده اداك الهاردنس بيقول لك بيساوي 165، وقال لك والميو هي اي في بي ان ده مش فاهم. ديك اللي هي اسمه ايه، اللي هو الهاردنس بتاعك، اللي هو كان وحدة قياسها كانت انت تاخدها في اولى مادة الاستريب، ماتريال رينو نمبر رينو نمبر خلاص عرفتها عرفتها. اللي هو كان بيبقى الهرم ذكر كنت بتقيس برنين بيه. اللي هو بتاع الذكر ده، ذكر ايوه برنس نمبر. هي دي، تمام هي دي وحدة تمام قياس، وحدة قياس الهاردنس. انا بس لما يكون، لان انت كان عندك كذا، كان عندك كذا كذا طريقة لقياس الهاردنس، كان فيه بالكورة، كان فيه بمثلث، كان بيبقى فيه بمربع، كان بيبقى فيه كل حاجة. فالفي بي ان ده كان هو كان اللي انت بتقول عليه ده، مش فاكر اسمه بالظبط. الذكر هو ايوه هو الذكر. ده، تمام ده كان بيبقى هرمي، كان شكله بيبقى هرمي، فهو مديك وحدة قياس في بي ان، هو كاتبه لك كده. تمام والميو عندك ب 8 من 10. الدكتورة جت قالت لك ان انت عندك الهاردنس بتاعك ده الواي بتساوي قيمة الهاردنس على 3 من 10. يبقى انت عندك الواي بتاعتك بتساوي 165 على 3 من 10. تمام كده؟ تمام تمام. عندك ال اسمه ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، عندك الالفا موجوده وعندك الميو. احنا كده جينا قلنا الستريب درونج القانون بتاعها ايه اصلا. الستريب درونج القانون بتاعها سيجما اكس على الاس، سيجما اكس على الاس بتساوي 1 زائد البي على البي، واحد ناقص اتش افتر على اتش بيفور باور بي.
الاتش اللي هي دي الاتش اللي هو السيكنس بتاعه، فده ده اللي هو الاتش بيفور وده الاتش افتر. انت عندك دلوقتي كده السيجما اكس على الاس، الاس بتساوي ايه؟ 1.15 في الواي. انت عندك القيمه اللي هتطلعها من الاضطراب 1.15 تطلع قيمه الاس، يبقى قيمه الاس كده بقت موجوده عندك. البي هجيبها ازاي؟ البي بتساوي ميو كوتان الالفا اللي هي بتساوي 8 كوتان 10، صح كده؟ تمام يا باشمهندس. يبقى انا كده البي كمان بقت موجوده معايا، ادي البي بقت موجوده، الاتش افتر والاتش بيفور موجودين معايا اللي هو بيساوي انا كده. المشكله بس معيش الارقام الحسابات دي، احنا هنمشيها لا لا كده. خلاص، انا اهم حاجه بكتب القانون وانا اطلع الناتج عندي، اه مفيش مشكله. عندك انت عندك كده خلاص 1.15 في الواي، الواي بتساوي 165 على 3 من 10. طب البي بتساوي ميو كوتان الفا 8 كوتان 10، الاتش افتر اللي هي 3 من 10 على الاتش بي 4 اللي هي كام؟ نص. تمام كده؟ تمام. اه هي عندك احنا البي قلنا اللي الواي هو كام؟ ميو كوتان الفا، اه الواي كام؟ فهو الواي اللي اللي احنا عايز كده مطلعينه يجيبها. يعني، صح؟ بيقول لك استيميت ذا دروينج لود اند ذا داي بريشر اسيوم الميو بتساوي كذا. فانت عندك اللي هو ال دروينج لود اللي هي الاف بتساوي زي ما احنا كنا قايلين بتساوي سيجما اكس بيفور في الاريا، سيجما اكس افتر في الاريا افتر. عندك الاف بتساوي سيجما اكس افتر في الاريا افتر، سيجما اكس افتر انت هتجيبها من الحسابات دي كلها، الاريا افتر اللي هي فيها بتساوي 3 من 10. دي عايزين نجيب الويدث بتاع دي بقى اللي هي هتبقى ايه؟ كده ناخد اللي هو هو مديهولي ال10 الأفضل، اساسا يا صح؟ باشمهندس، ايه هندسه؟ مش هو مديني الويتس بتاع اللي هو ال10؟ الويتس ما هو تقريبا ثابت ولا مش عارف اتغير بقى، استنى كده 10 مم وايد اند نص مم دروين 2 كذا، هو تقريبا مثبت الوايد بتاعها الويدز بتاعها وبيغير في السيكنس بس والطول بيزيد، فده من الواضح يعني، فهتلاقي التغير بس مش في ال... مثبته يا باشمهندس، لو مش مثبته مش مديهولي في المسألة، في طريقة أصلا يتجاب بيها ولا لأ؟ ما دي اللي انا بفكر فيها تقريبا، ملهاش لان الوايد ملهوش اي حساب عندي خالص في المساله. ما مالهوش قوانين عندنا داخل فيها اه الويدز. بس ده انا بتكلم فيه، فملهوش اي قانون خالص. تمام. ممكن انت تجيب من عن طريق ايه؟ ممكن يعني تجيب عن طريق الزيتا بتساوي لين الاريا بيفور على الاريا افتر، فممكن تتحسب من كده، تفهمني؟ ممكن يعني ممكن نقول ايه الزيتا بتساوي لين اريا بيفور على اريا افتر وبتساوي لين برضو اللي هو اتش بيفور على اتش افتر بتساوي لين انا اتش اه كده انا هفكهم بقى، على اتش افتر. هفك الاريا اللي هنا. يبقى انت كده ممكن تقول اه ممكن تجيبها من هنا فعلا، هتيجي صح؟ هنجيب عن طريق الاتش يعني. انت اه كده هي كده هتختار هتيجي بالطريقه دي، هتيجي اه معانا. هختار اللين مع اللين، يبقى عندك الاريا بيفور الاريا بيفور اللي هي اقعد عشرة عنها من في خمسة من عشرة على الواي دبليو في ثلاثة من عشرة بتساوي خمسة من عشرة على ثلاثة من عشرة، بس احنا كده مثبتين ال L فمش عارف هل ده صح ولا لا، احنا كده بنتعامل مع الاريا بس. بس اعتقد صح لان احنا كده احنا اصلا في ال في الرد في الواير رد احنا بنتعامل مع الاريا بس، هو ما كده بناخدش الويتس هيبقى حسابات صح؟ اه يعني، هو كده برضه هيبقى الويتس عندي ثابت هنا، هو في كده الحالتين، سواء طلعته لا بالقانون ده الويدز كده او مش ثابت. حتى لو لا لا ركز معايا هندسه بس ركز برضو عشان ايه يعني الحته دي انا برضو يعني كنت ناسيها. انت عندك لما تيجي تبص على الرود دروينج احنا كنا بنقول الزيتا بتساوي ايه؟ لين دي بي 4 على الدي افتر تربيع صح؟ ونيجي نقول اللين بتساوي
اللي هي الاريا بيفور على الاريا افتر. ما كناش بناخد في حساباتنا قيمه ال ال نفسها، ال ال طول الرد. احنا لو مشينا بنفس المبدا هتلاقي عندك في الاستريب برضو انت مش هتاخد ال ال في حساباتك، فيبقى عندك ال 10 في 5 في 10 على دبليو في 3 من 10 بتساوي 5 من 10 على 3 من 10. يبقى انت عندك بتتعامل اريا مع اريا ومثبت ال ال، يبقى انت عندك ساعتها ال دبليو دي هتبقى بتساوي 10 في 5 في نص، تمام. اللي هي هتبقى بتساوي 5 على 3 من 10 اللي هي 50 على 3 يعني. شوف بقى تطلع معاك ب 14 13 شكرا كده يا مهندس ان احنا هنا هنختصر 5 من 10 من الناحيه اليمين من الطرف اليمين، مع 5 من 10 من الطرف الشمال، و3 من 10 من الطرف اليمين، مع هي 3 من 10 من الطرف الشمال، هيطلع لي الويتس برضه هيبقى ب 10. وايه يعني ايه المشكلة اللي في عندي هنا؟ يبقى الويتس الأصل؟ بيساوي بعض. لا مثبتين يطلع هما الاثنين ب 10 يا كده. ابني، يطلع ب 10 هو ايه الويتس يطلع المشكلة في ب 10. الويتس اللي موجود اصلا؟ الويتس يطلع ب 10 ازاي يا ابني؟ ولا مهندس ايه خلاص، المشكلة في هو الويتس ممكن اللي موجود ممكن عندك؟ حضرتك تشوف المسألة دي وبعد ما تظبط لها القوانين تبعتها لنا. طيب هي الدبله تطلع ب 10 فعلا. وعندي قول يا هندسه هو ايه المشكلة في الويتس اصلا؟ يعني ايه المشكله في الويتس؟ مش فاهم انا قصدي يعني انت ليه جبنا الويتس مع ان هو معطى؟ هندسه. انا كنت اشوف الويتس هل هو بيتغير ولا ما بيتغيرش معايا في المساله، عشان لو بيتغير الاريا افتر هتبقى متغيره، انما لو الويتس ثابت انا كده خلاص مش هغير الويتس. بس دي المشكله كلها. لما ما جابش سيرة بقى نحله له ان هو ثابت وخلاص. لا حتى احنا لما اثبتنا بالقوانين دلوقتي، فعلى هو زميلك زي ما هو بيقول الدبله هتطلع ب 10 برضه، هو ثابت. تمام. يعني هو هل ممكن يبقى في بعض المواد ممكن تيجي مسألة مبقاش ثابت فيها؟ ما احنا حسبناها طلع بيبقى ثابت يعني ما بيتغيرش. احنا حاسبينها فالدبليو كده ما بيتغيرش معاك في تمام المساله. فانت تمام هتبقى عندك سيجما اكس افتر اللي انت طلعتها، اللي احنا لسه مطلعينها من القوانين في الاري افتر بتاعتك، اللي هي تبقى بتساوي الويدز العشرة في الثلاثة من اكتر عشرة 10 في 3 في 10 قصدي. تمام. يبقى انت جبت كده الاريا ضربها في سيجما طلعت اكس. الاف، كده انت طلعت اللي هو الدروينج لود. تمام الداي بريشر دي بقى، ايوه. الداي بريشر دي مش موجودة أصلا ولا ليها قوانين عندكم؟ ما خدناش القوانين بتاعتها. بس المسألة دي جت في الميد تيرم بالداي بريشر ده، وما عملتهاش برضه. يعني استنى بس خليك معايا كده، انا اقول لك ممكن تجيب الداي بريشر دي منين. هتلاقيها في جزء من الاثبات، لان الدكتوره بتحط قيمه البريشر في الاثبات. ايوه هو في الاثبات يا باشمهندس. لو جبنا الاستريب دروينج، هذا الاستريب دروينج البي الدكتوره بتبقى حاطاه في الاثبات اهو، موجود في الاثبات. البي بتساوي اس ناقص سيجما اكس. بص عشان تاني كده يا باشمهندس. استنى اخليك معايا عشان تشوف الشير بتاعي اهو. شايفين اللي انا شايفه ده اللي هو الحته دي ستريب دروينج. الدكتوره بدات تعمل في الاثبات، مشيت في الاثبات لحد ما وصلت نقلت لك فروم فوم ميسيس انت تريسكا. البي بتساوي اس ناقص السيجما اكس. شايفين ولا شايفين تمام؟ ماشي. السيجما لو اكس انت دي هي السيجما افتر اللي انا جبتها. يبقى انت كده عندك، لو مشينا على القانون ده كده زي ما الدكتورة كاتبة، جبنا هنا الوان بتاعنا، يبقى انت عندك كده البي بتساوي اس ناقص السيجما اكس. الاس احنا خلاص جبناها منين؟ لسه جايبينها فوق، اللي هي بتساوي 1.15% في الواي، اللي هي دي السيجما اكس احنا لسه جايبينها من القانون ده. تمام. بس بقى انت عندك خلاص دي موجودة ودي دي موجودة ودي موجودة، يبقى انت خلاص تقدر تجيب باشمهندس هو البي دي اصلا هي مطلوبه في المساله صح؟ عشان كده انا جبتها من ها الاثبات البريشر يعني. اهي، البريشر وده الداي ده بريشر بريشر، هي المطلوبه. تمام. ما هي دي البي ودي اللي هي الاف.
فاهم كده المسألة دي؟